عايز اقول لينا كلنا ان الصومال دولة عربية في الجامعة العربية، ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن اي تهديد لها. واحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجة، احنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة. احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال، وانا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح. محدش يجرب مصر ويحاول يهدد اشقائها، خاصة لو اشقائها طلبوا ان احنا نبقى موجودين معاهم. احنا مش ما بنغيش ابدا غير البناء والتنمية والتعمير. مش هطول كتير في الكلام، فخامة الرئيس اطمئن ان شاء الله، لان بفضل الله سبحانه وتعالى